اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء ومستمعينا الافاضل. حرحب على الخط بسعاده العميد عبد الجليل عبد الرحيم عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني من خلال متابعاتنا لارتفاع مناسيب النيل. الو. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام والرحمه سعادتك. قرينا الليله في الصحف انه يعني في ارتفاع في منسوب نهر الدندر. فعلا الدندر اليوم دخل مرحله الفيضان ويتمدد خارج المجرى بتاعته، يمكن غمر مناطق المزارع، بعض المزارع التقليديه محاجه للناس، فمزروع بزرع وتيسير عمل جهاز الدندر لتامين ضد العطشان من الفيضان وثمار فتح وصرف المياه مياه الامطار في مدينه الدندر ودوا احوالين حتى الان ما في شيء، ما في بلاغ، لكن معروف انه المندس يعني محط الفيضان بتاعته 13 متر و50 سم واليوم 56 سم. يمكن في سنه من السنين نحن نهر المندس يمكن فات المنسوب بتاع الفيضان ب3 متر. يمكن حتى الان يعني الوضع مطمن يعني. تمام، الحمد لله والشكر لله. عندك اي اضافه سعادتك؟ بس كان النتيجه للامطار السابقه ضربت في الخرطوم، يمكن عندنا كان سيل في منطقه متجه قربا ماشي على منطقه العراق، يمكن كان المواطنين عملوا كسر في الجسر بتاع النيل عشان يصرفوا من السيل للنيل، وبعد ذلك ارتدت المويه عليهم، لكن الحمد لله مجهول وكان ملحمة حقيقية ما بين الدفاع المدني والحكومة والمعلية من التحكية مشهور الشعبي من الناس في المنطقة، تم قبل الكسر وتم استحفظ المياه بعملية عسكرية للمرة أخرى. عندنا كان وفاة في حركة وفاة في المال يمكن زال عمره 55 سنة كتب في كويت سنة ونص، كان بالأمس يمكن الخسائر في تراكم مياه والناس يعني شغالة على شفت هذه المياه المجمعة ورجال المجال الكبير الداخلي. إن شاء الله الأسر تحافظ على أبناء وشبابها بالتنويه يعني، وكمان إذا في دور بتاع مراقبة رسمية بعدم يعني اليومين دي النيل مرتفع والخطورة إنه بيجري في طوالي، فأتمنى السلامة لكل الناس إن شاء الله. حتى الآن طبعا النيل يعني مستقر على 17-22 سم، يمكن في أغلب القراءات يمكن النيل منخفض، هذا يمكن الخرطوم أو يعني يكون فيه ارتفاعات، لكن مستقر يعني له يومين كده مستقر النيل، لكن التحذيرات بتتواصل ما فعل الفاصل المداري في شمال عطبرة، نتوقع المناطق الجنوب الفاصل المداري كلها تتعرض لأمطار، تتعرض لجري الخيران وعوش السيول، هذا كله متوقع أن الناس برضو الحيطة والحذر في جهات الناس الساكنين على ضفاف الأنهار، لأنه الأمطار بتأثر إذا كان في ارتفاع في النيل وعليه أمطار بأكيد تأثر على الجسر الواقي، والناس الساكنين بخذوا من حضر الأنهار بياخذوا الخيفاء والحذر، ونجعل الله السلامة يعني كل المواطنين. اللهم آمين. سعادة العميد عبد الجليل عبد الرحيم عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني، يسعد صباحك بكل خير، شكرا جزيلا. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، متواصلين معكم عبر اثير بي ان اف ام 91.